البرنامج هذا الحق هو بدا كحلم الاول، عملنا مسح وطني اللي حول ممارسه التونسيين للرياضه، لقينا النتائج اللي هي مفزعه برشا سيرتو للصغيرات. خممنا احنا كوحده على مستوى المرصد الوطني للرياضه ان نعملوا برامج انه الصغيرات هذول نعطوهم فرصه انهم يمارسوا الرياضه. خممنا في الفئات الهشه واللي مهدده بالخطر كما قرى SOS اللي بصراحه احنا مشينا لهم ما لقيناش فضاءات مهيئه، ما لقيناش ما فماش حتى شيء موفر لهم باش يمارسوا الرياضه. مشكور الجامعه التونسيه لألعاب القوى اللي هي عملت برنامج فني، الحي الوطني الرياضي اللي هو وفر المنشات الرياضيه، وقريه SOS قمرت اللي الحق كانوا متعاونين برشا وجابوا لنا الصغيرات وامنوا لنا المتابعه لهم الصغيرات هذيلا ديرون 6 شهور من 16 ديسمبر 2023 لحد 29 جوان 2024. الحق الصغيرات كي خليناهم من الاول ما عندهم حتى فكره عن الرياضه، ما يعرفوش ما يعرفوش يمارسوا، ما يعرفوش شو، ما يعرفوش مش معناها رياضه، ما يعرفوش تربيه بدنيه دو كوا ساجيتين. عملنا جوازات فنيه نتبعوا في الصغيرات هذولا الكومبورتمون نتاعهم من اول حصه لاخر حصه، كل حصه نعملوا لهم متابعه، نشوفوا الانتجراسيون درجه الاندماج نتاعهم، تحسن الممارسه نتاعهم، الاندماج في وسط المجموعه، التعاون بين بعضهم، كيفاش يشجعوا بعضهم، كيفاش الرغبه في الممارسه، مش كيما خليناهم كيما تورا. تو تبارك الله ولوا لي كومبيتيتيف، ودايور شاركوا في دو كومبيتيسيون اوفيسيال منظمتهم الجامعه التونسيه للالعاب القوى مشكوره، ثم جروب اللي هو فاز وقتها بالمرتبه الاولى. صغيرات هذول راهم محرومين توكو، لو كان توفر لهم الفرصه صدقني فيهم ابطال، الاخر يخافوا منه، ما يحبوا عندهم هكا لوريتري. تو كيفاش مع الصغيرات ولسون انتجري، لك الاندماج الرياضه راهو تخليك تولي تلعب مع غيرك، تولي تحب تتنافس مع غيرك، تولي تطمح انك نهار اخر تولي اون شامبيون. احنا مش نعطوا توصياتنا، مش نرفعوا للسيد الوزير توصيات يعني علميه في السويفي نتاعها، باش نمشيو احنا ما ابعد من هذا. راهو من بعد عندنا برامج اخرى، باش نمشيو لمراكز الادماج، باش نمشيو للمراكز المندمجه، وين ثم فئه هشه احنا كمرصد وطني للرياضه باش نمشيوها. الوليدات هذولا كونتينيتي نتاعهم تم تبنيهم من طرف جمعيه الزيتون الرياضيه، وعملوا لهم اجازات على مستوى الجامعه التونسيه للالعاب القوى، وتوا ينجموا يلعبوا في المسابقات اللي هي تنظمها الجامعه التونسيه للالعاب القوى، ولوا ديزاتليت هما تو، لي ليسونس نتاعهم داير موجودين عندي، وباش الموسم الرياضي الجاي باش يدخلوا في ليكيب هذه نتاع الزيتون الرياضيه ومشكوره اللي تبناتهم الصغيرات هذولا، الى حين نظر انهم يعملوا لهم جمعيه خاصه بهم، وان شاء الله المستقبل خير.